مرحبا بكم في فلوق واحد اخر وفيديو واحد اخر. كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه جلي. سميتي ساره، في عمري 23 عام، بدير فوتو. كنتمنى بكل قلبي ان الفيديو اللي كندير لكم يكونوا كيعجبوكم، والفيديو اللي يعني كنوجد فيهم كنتمنى من كل قلبي انهم يعجبوكم. ما تنساوش انكم ابوناو في لاشين ديالي، تخليو لي لايك ودابا باش تشجعوني صافي بليزير. اليوم الحد، الجو زوين بزاف، و اليوم غادي نديرو شي حاجة في بلادنا. واخا يوم الحد كنظن انني غادي نخرج. المهم الا مخرجتش راه غادي نحاول انني نصور لكم شي حاجة. المهم نتوما راه معايا اليوم. كنتمنى من كل قلبي ان الفيديو يعجبكم. اليوم ماما معروضة و غادي ندير لها واحد المكياج ديالها، و الى درت ليها المكياج ديالها غنكبها باش نخليني باش تخليني نصور لكم. المهم واخا نصور لكم بشوية، المهم انا غادي نحاول معاها. الا بغات تخليني نصور لكم غادي نصور لكم. كنتمنى ان الفيديو تعجبكم و نستناكم. اكسكوز مع هذا الصداليكين. اليوم الحد كيف ما قلت لكم الوليدات ما قاريينش، خارجين كيلعبوا. مع الحد نصبروا لهم بعد ما نديروا نغرب الله. صبروا معنا اليوم مع الحد، ما كاين حد كيف ما كيقول. المهم انتم معايا ما تخلوش رائع. درت الماسك و نسيت بارد. درت الماسك غادي نغسلو. فات انا الماسك مكنغسلوش بالما ديريكتومون، كندير فوطا و كنفزكها شويه بالمدافي و كنمسح. كيجيني السم، معرفتش كنرتاح واش انا لي كيجيني داك الاحساس ولا زعما زوينة داك ما تدوش عليا دابا راه كنقدرش نصح. المهم بغيت ندير لكم فيديو على كيفية رسم الحواجب بدون نمص، وعلى كيفية اختيار الفون دو طون المناسب للون البشرة ونوعية البشرة. هاد جوج حوايج. ومن بعد غادي نديرو، خلو لي اسئلة لما تتعرفو عليا اكثر، خلو لي اسئله في الكومونتير ونجاوب عليهم فيديو بوحدها. المهم لاشين ديالي غادي تكون عباره على دي فلوغ، مي دي فلوغ لي هما انتريسون، يعني دي فلوغ لي غندخل فيهم اشاك فوا حاجه جديده. فوالا لي من العنوان ديال لاشين، سميتي ساره، في عمري 23 عام، موديل فوتو. ولا كنتو باغيين تعرفوا عليا اكثر طرحوا لي الاسئله ديالكم. وما تنساوش الا بغيتو تقربوا ليا اكثر غادي ديما كنخلي لكم انستغرام ديالي في لابار دانفو وسناب شات. تقدروا انكم تابوناو عندي في انستغرام و سناب شات. الا لاحظتوا بزاف ديال الفيديوهات ما دايرش الفيرني، تو سامبلومون راه انا كنموت على لي فيرني، غير حيت هاد الايام ما عنديش تصوير، ما عنديش دي شوتينغ، باب تردخ بالبرد، ما عنديش شوتينغ. و دو في الشتاء كنبغي نتهلا بالفاري وداكشي باش في الصيف كيكون الفاري زوينين وكنقدر نصبغهم ندير فيهم البيض. فوالا غادي نمشي نحيد الماسك، نشوف شنو غنديرو اخر، نكمل الظرف شي باقي مكملتهاش ونرجع لكم. عاد على works at night by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, yeah.
heavily, you know, so you're not stop. No time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she stares. دونك من بعد ما تغدينا وريت لكم لي سيكونس. من بعد ما تغدينا درت ميك اب لماما حيت معروضه كما قلت لكم قبيلات بوغ مالوغوزمون ما نقدرش نبينها حيت ما بغاش من في يوتيوب وفهمتي وصافي يعني ديجا من عطاتني لوتوريزاسيون باش نبين لها دي بارتي راه باش نبين لكم زعما لو ميك اب وداكشي حيت فريمون شي حاجه اللي هي انتريسون سورتو في العينين ديال ماما. انا عارفه بلي بزاف الناس عندهم هذوك العينين وكيلقاو مع مشكل. انا وريت لكم دي تكنيك اللي تقدروا ديروهم. المره الجايه ان شاء الله نشرح لكم اكثر. مي دابا حيت كنت مجروبه وقلت اوموان نبين لكم شويه. مي المره الجايه نعطيكم لي ديتاي. بالنسبه للبرونزور حيت ما قدرتش نبين لها وجهها البرونزور درت هذا ديال اونو لالا ديال دبليو 7. ها هو انا ندير لي كونسو هذا ديال دبليو 7. انا كولور ديالو زوينه وكيجي زوين في الكونتور. هذا درت ليها الكونتور به بغيتي تحل انتم. هذا كيجي مزيان تري بيغمونتي. بالنسبه الفراجو كان هذا ديال فلورمار. هذا ديال فلورمار هذا حتى هو اللون ديالو تري ناتوريل وكيجي زوين في واحد اللمعه كيجي بحال الهايلايتر. فيه هنا بحال برونزر هذا مات وهذا فيه شويه ديال اللمعه. هذا سميتو حنعطيكم النمره ديالو. هذا بينك اند برونز بي 116. هذا مزيون هذا نبغيكم تجربوه غيعجبكم. كيعطي ديك لابونمين. بالنسبه للكره درت ليها هذا ديال ايسونس نيميرو 6. هذا زعما زوين انا كولور ديالو زوينه شي بحال ان بو دو روز. و هذا خلطتو له مع هذا ديال واتين وات. هذا باريت ال او 902 سي. هذا تا هو مزيون كيبقى نيود. وحتى العينين حاولت انهم نديرو نيود حيت بالنهار ماشي بالليل دونك خاص تبقى شي حاجه اللي هي نيود. انا غادي لكم دابا لي سواتش ديالهم جوج. دونك بالنسبه للكره هذا اللي الفوق هو باريت ال ديال واتن والد. هذاك الدوب ديال فالوات التعدي ديال ماك بالنسبه للناس اللي كيعرفوه دو بارفي كي جو غزال مع كاع لي كارناشون كيجي زوين في لابو مع السمرات مع البيوطات. التحتاني هو 06 سي ان بوت روز تا هو كيجي مع تقريبا مع كاع البشرات غي وفيه واحد شويه لي سوتون غري. بالنسبه للناس اللي البنات اللي سمرات بزاف ولا اللي عندهم فمهم شويه غامق ما غيجيهمش كيجي شويه بحال كيزرق شويه. المهم الناس اللي ما عندهم زعما لابو نورمال زعما الشنايف ديالهم محممرين ولا شي حاجه راه ما كيجيوهم مزيان. هو هادو. بالنسبه للفوقاني ديال واتن والد شويه مات ناشف شويه وهاد تحتاني شويه جلوسي. فوالا كنتمنى ان نكون فتتكم. ميرسي بزاف دابا غوكاردي هاد لا فيديو حيت فرجتو حتى الاخر. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم ديروا لايك
وتابوناو في لاشين ديروا سابوني انت تكون هنا ملاقلش وانا كنت تأجدوني في سناب شات تابوناو في انستغرام لعندكم شي سؤال اذا شي برودو استعملتو ولا اي حاجة صيفتو ليا في انستغرام غنخلي لكم كل شي في لابار دانفو دونك ما تنساوش انكم تديرو لي لابار دانفو كنبغيكم بزاف كنت معكم سارة كنتمنى لكم نهار سعيد وغدا ان شاء الله اثنين وبداية اسبوع موفقة للجميع ان شاء الله وبون كوراج فوش